بينا لماذا كان القرآن أحسن القصص. القرآن أحسن القصص أولاً باعتبار مصدره، من أين نزل القرآن؟ من عند الله تبارك وتعالى، والذي تحدث به هو الله تبارك وتعالى. إذن المخبر بهذا القصص من؟ الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى ليس هناك أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالله تبارك وتعالى ليس هناك من هو أصدق منه. إذن القصص الذي سيخبر الله به لن تجد قصصا أصدق منه، هذا أولا. ثانيا، ما دام الله هو الذي أخبر بهذا القصص، إذن فإن هذا القصص له فائدة وله قيمة. ما هو في قصص ملوش أي لازمة، واحد عمال بيحكي وخلاص أي كلام، وممكن يكون قصص مخترع ومزور، وممكن تكون قصة هذه القصة حقيقية لكن الذي يحكيها يزيف ويزور فيها، صح؟ يقولك واحد إيه؟ واحد سرق بنك، يقول لك ده سرق البنك لوحده وعمل نفق وطلع وعمل وكذا وكذا، وبعدين في الآخر تكتشف إن الراجل لقى 2 جنيه مرمين على الأرض وخدهم ومشي، ولا سرق بنك ولا سرق أي حاجة. القصة كلها إيه؟ إن الذي يحكي ينفخ الكلام، كبر الكلام، واحد ضرب واحد على وشه يقول لك ده قسمه نصين، وعلى ما الكلام بقى بيوصل كل واحد يحط الإيه؟ اللمسة بتاعته، التاتش بتاعه، يزود حاجة. لكن لما يكون رب العالمين هو الذي يذكر لنا القصة، اعلم أن هذه القصة قصة حقيقية، وكل ما حدث فيها حتى وإن كان عظيما على الأسماع وكبيرا على العقول هو وقع كما حكاه الله لنا. فده يخليك مطمئن حينما تسمع هذه القصة. وأيضا أحسن القصص لما فيه من عذوبة الألفاظ، ولما فيه من فصاحة وبلاغة وسهولة ويسر، وأيضا ليس فيه شيء يخدش حياء أحد. أي أحد يستطيع أن يقرأ القرآن دون أن يجرح شيئا من حيائه؟ تستطيع المرأة أن تقرأه، تستطيع البنت أن تقرأه، ولن يحدث لها شيئا يخدش حياءها. فالقرآن أحسن القصص. ثم قال تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ما كان يعلم شيئا عن القرآن ولا يعلم شيئا عن الكتاب حتى أوحى الله إليه. شوف